محافظة الحديدة من أكبر المحافظات الجمهورية اليمنية، إلى الآن وصل عدد السكان تجاوز 4 مليون نسمة. أيضا تعتبر من أفقر محافظات الجمهورية، بطالة، تدني مستوى تعليم، انعدام المياه الشرب النظيفة. يعني الحصار لما تنعدم المشتقات النفطية، كل مقومات الحياة أصبحت يعني لدرجة أنه ممكن أني أعبرها بطريقة أنه مش قادرين نعيش. يعني في فترة الحرب ظهرت أمراض المفروض تكون اندثرت في العالم كله، وإحنا عندنا نخجل نقولها كوليرا، دفتيريا. يعني الناس بيتكلموا على كوفيد 19 ولا زلت أتكلم عن الكوليرا ما بتفعل في الشعب اليمني. أيضا الدفتيريا الذي ظهرت للأطفال. يمكن أشوف من الأشياء المؤلمة جدا الذي يمكن ما أنساها عندما قابلت أول حالة سوء تغذية. كنت أسمع عن سوء التغذية في جنوب أفريقيا وفي الصومال. أصبحت اليمن الآن تعتبر الأكثر ظهور لحالة سوء التغذية. كان في ناس يعيبوا هذا الشيء ونعتبر أنه العيب على الحرب، العيب على المجتمع الدولي الذي ما أنصفناش. أشوف أنه من العار أن أترك الناس في هذا الوقت، ولم أستطع أن أغادر ولن أغادر. طالما الناس في حاجة لمد يد العون لهم سأستمر وسأظل بينهم. بعد إتمام دراستي الجامعية أنا اشتغلت كمتطوعة في تقديم الخدمات للأسر في الريف، فتعودت أنني أنزل لهم، أعمل على توزيع السلة الغذائية، أعمل على توفير الدواء، وأستخدم سيارتي كعيادة متنقلة. وين الطفل الثاني اللي قلتي تعبان؟ هذا بطنك توجعك يا بابا؟ ها؟ إيش حصل لك؟ حمى؟ حصل لك حمى؟ الشيء الذي ركزت عليه أكثر شيء أنه حالة سوء التغذية عند الأطفال، يعني الأم هذه التي بترضع حترضع الحليب أما ناقصة مكونات. الأم عندها سوء تغذية، الطفل حيكون عندها سوء تغذية. كان كل ما تعرضت لموقف أقول هذا أنا الطبيبة الذي أستطيع أن أقدم للناس الخدمة وأتعرض لهذا. يعني أني أتذكر إلى الآن عبد الرحمن الذي وفرت له الحليب وهو ماسك الرضاعة، كيف كانت قمة السعادة لم أنساها إلى الآن. ما شاء الله، الحمد لله. كيف الحال؟ كيف الحال؟ تخطيطي إن العالم يعرف إن إحنا شعب نعاني، وعلى مدار الشهر وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار السنة 7 سنوات. أتمنى أن تتوقف الحرب ونحن سنداوي جراحنا، ونحن شعب قوي تعرضنا لصدمات وتعرضنا لأزمات وتعرضنا لحروب كثيرة. مثل ما تكافلنا في الاحتياج والفقر والجوع، سنتكافل نبني الوطن، سنتكافل لنعيش في بكرامة. خلص 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 خلص. عندما تتوقف الحرب سنعيش وسننهض من جديد.